أنا بين الأرض والسحاب مستمتع فيكم، الله يخليكم لي، قولوا آمين، ويخليكم للي يحبونكم، قولوا آمين. طيب نسمع رأي الشارع أو نقرأ رأي الشارع؟ مشاهد الكريم نطلع إلى أول تغريدة تخص من؟ سياف، اللي أنا اقترحت عليه أنه يغير اسمه إلى سيف لأنه فعلا سيف، سياف الحاربي. طيب اسمحوا لي أقرأها. نرجس تقول: روح خفيفة، حضور ممتع، رياليتي رائع. سياف الحارثي، روحك المرحة تسعدنا كمشاهدين وبالأخص جمهورك، واصل واستمر وحاول تحافظ على نقاطك، ما نبغى تشرف العرض الأخير، وفالك التوفيق. أسمع لك سياف، الله يبيض وجهك يا أبوي. وجهك والله، هذه النهارات لي معنوية عشان أجي بكرة وأعطي ريالتي وأتحمس. طيب نشوف التغريدة الثانية تخص مين. الجميل جدا النائف، نايف الحزيمي. يا سلام. سماهر تقول: يا نايف، نايف الحزيمي، ندري ان عندك الكثير تقدمه، فرصتك هالفترة تقدم كل ما عندك، نصيحة اكظم الغيظ عشان نبعد عن الخصم. تأكد يا نايف، فخورين فيك وكلنا معك. روح. كل نصيحة أخذها بعين الاعتبار، والله لا يهينك على كل حال، سعدتني يعلم الله بهالفقره الجميله، وانت اللي سعدتني بكلماتك يا قلبي. طيب نروح للمتمرد احمد رحيم، عيش. طيب بسمه تقول: احمد الرحيم، حبيناك بشخصيتك العفويه، نبي تكثر لنا وتسمعنا صوتك اكثر، ودنا تتفرد بشخصيتك وموفق، وتاكد اننا معك دائما. نقطه اخيره، انتبه من الخصومات، عيش احمد. الله يطول عماركم ان شاء الله، ولا يهينك ابو هيف، وباذن الله ان شاء الله ما تشوف الخصومات. انا طبعا موعد نفسي ان ابراهيم الجاي ان شاء الله اني ما ادخله باذن الله. والله انك مبدع يا احمد. تسلم. وكلمه وسل عنها يوم القيامه. نروح للجميل. للجميل جدا ضاحي، وش قالوا الناس عن ضاحي؟ نروح. نون تقول: ضاحي الشمري، نجمنا المتالق، فالك التوفيق، وتاكد ان جمهورك معك، حضورك جميل، روحك خفيفة، نبي منك تشد بالرياليتي يا مميز. حط تحت الرياليتي 20,000,000,000 خط. ضاحي، وش حاب تقول؟ والله أقول أبشر بالرياليتي والأمور زينت كلها إن شاء الله، والجاي أفضل بإذن الله. الله يعطيك العافية يا ضاحي. وبعدها للجميل جدا اللي اليوم شوي متكدر، قلت عسى ما أشر حسين أثناء عرض المنتجات، قال والله توني صاحي. حسين الوايلي أبو ناجي، والله إني أحبك. روح. مسفر آل قريع يقول: للنجم حسين الوايلي، عفويتك تجعل لك قبول في قلوب من يشاهدك، وهبك الله موهبة الشعر، وكلنا نعلم ذلك منذ مدة، ولكن الصادم الجميل هو صوتك العذب، وكذلك حسك الكوميدي الذي شاهدناه من خلال شاشة الواقع. أنت، نعم أنت يا حسين، أنت إضافة في أي مكان تتواجد فيه، استمر يا مبدع، ومن أطلقت عليهم المحازم داعمين لك. روح. طيب الله وجهك. أول شيء الله يمسيك بالخير وإخواني والمشاهدين، وهذا من بني عمي. نعم. هذا مسفر ورسالته على راسي، وعسى الله يجعلنا عند هقوة الطيب اللي مثلكم وشرواك. وانت فوق الهقوة يا حسين، اسمح لي اسألك سؤال موترني. اسلم. الجميل جدا زياد الشهري همس في اذنك اثناء العرض الاخير، تحبني ولا ما تحبني؟ قل صراحة. اي والله احبك، بس علمني وش قالك. بس انه سر بيني وبينك. لا علمني سرك، فمان علمني الصدق. إيه؟ قال لي اتكلم من جوال الشيبه الظهر. قال ليش اتكلم من جوال ايش؟ الشيبه. اها. جاو شيبان. جاونا شيبان هنا الظهر و... طيب خلي بكون صادق معك يا حسين، ترى هذه العباد زياد، انا اتوقع صراحه، ما ادري، انا صراحه انا ابرئ الذمه، ولكن اتوقع انه اتهام فقط، لكن انت ما كلمت. لا انا اي ما كلمت. لا ما كلمت. بيض الله. طيب خلونا نشوف التغريدة اللي بعدها والتي تخص الجميل جدا الإعلام المحنك سلطان. روح يا سلطان. فيل بقومي تقول: السلطان الهميلي، كل اللي نسويه ما يوفيك حقك، أنت تستاهل الشيء الكثير، ثق تماما أن جمهورك لن يكف عن تشجيعك ودعمك، يكفينا فخر أننا داعمين لك، سنبقى داعمين لك حتى نراك بالمكان الذي تمنيته، سنبقى مساندين لك حتى تحقق ما رسمته، والسهوم معك قلبا وقالبا. واصل ابداعاتك يا نجم. الله يسلمك ويطول عماركم. يكفيهم فخر، وانا يكفيني فخر ان جمهوري مفتخرين فيني، وانا افتخر فيهم،
وسهوم الموت خلى سهم تداول وسهم الاغلاق. بيض الله وجيههم وجعلني ان شاء الله قد الهقوة. واللي تمنيته والله اني لقيته مع اخوياي اللي هنا، وانا اقول اخواني ويشهد الله اني صادق وابداعي، والله انها بدعم الله بتوفيق الله ثم دعمهم ودعم الجمهور اللي بيض الله وجيههم وين ما لقوا وجيه. قل امين. امين. الله يحفظ لك اخوانك. امين امين. بعدها نروح لتغريدة الجميل جدا، واللي قلت تسمح لي اني استبدل حرف الباء والها واسميك حداج بدل بهاج. قال روح يا ابو نايف انت امر على رقبه، خل روح البهاج يا جماعه الخير. شيخها القحطاني طبعا ما شاء الله تبارك الله يوزرها اطول من اصابع يدي، لكن ما عليه. بهاج الاكلوبي تقول شيخها شخصيه جميله احبها الصغير قبل الكبير، انت نجم 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 ومبدع، حافظ على رتمك ولا تغيب عن الفقرات والصلوات، ظهورك جميل على البث، وسالفة الهروب نتمنى 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 ما تتكرر، ابتعد عن الخصومات وراك جمهور قوي وينتظر منك الكثير. وفالك يا بهاج كل التوفيق، روح يا بهاج. أول شيء أرحب يا أبو نايف، يعلم الله أني أحبك في الله قبل أقابلك، وأنا أحبك أضعاف محبتك لي. من حب ولد عمي لك نايف بن عنزي بن زيد، أنا مس عليه من ذا المنبر، الله يرضى عليك، يستاهل وعليكم زود. ثاني شيء الله يبيض وجيههم كلهم اللي دعمني واللي وقف معي، والله هم في خاطري شيء واجد لكن يخني التعبير، الله يبيض وجيههم ويوفقهم عليهم، بيض الله وجه وجهك حلال. انا في خدمتكم اخوكم الصغير. بعدها نروح للجميل جدا واللي قاعد يشوفني، هو ما غمز لي بس خليني بقول لكم انه غمز لي، يقول متى يا ابو هيف اسمع راي شارع عني، مسعود بن شعفول. نروح بيسو تقول لي مسعود بن شعفول المري يا صاحب الحنجرة الذهبية، واشهد انها ما كذبت ما شاء الله تبارك الله، يا صاحب الحنجرة الذهبية والصوت الشجي، كن مستعدا لكل الكم الهائل من الجهد والضغط والرياليتي والتعب، المهم يا مسعود ان تبقى واقفا الا تستسلم، نريد منك ان تبذل كل ما باستطاعتك، وجودك دائما يسعدنا، حافظ على نقاط الصلوات والفقرات، لا نريد ان نراك بالعرض الاخير، بالتوفيق لك. روح يا مسعود. الله يبيض وجيه الجمهور، يبيض وجهك انت يا عادل هيف، والله العظيم قسما بالله اني احبك في الله يا شباب. كذا ما ينفع كذا كل وقت، انا حالف بالله وانت تدري بالشيء ذا، لب عينك والله مسعود، الواحد تعرفها من عينك شو اللي في ما يحتاج، والكلام وارد. والله يبيض وجيههم ويبيض وجيه الجمهور كلهم، فانا انسان ترى ما يخوني التعبير وايد، يدرون به الشباب. اختم خلاص. مسعود بن شعفول يقول يخوني التعبير، في مثل هذه اللحظات لا تصدق من يتحدث إليك بطلاقة، المرتبك تراه أصدق. هنروح للجميل جداً بسام السيف. أسارير تقول بسام السيف شخصية مختلفة في برامج الواقع، بالرغم من صغر سنه إلا أنه يملك مخزون ثقافي مثري يمتع المشاهد، أفضل ما فيه أنه مكبر عقله عن المهاترات والمشاكل والكلام اللي ما له داعي، ويعرف كيف يتعامل مع الكاميرا ويعيش واقعيته في حدود الأدب. أمنية يا ليت تفك الرسمية شوي بسام، فك لي الرسمية شوي بسام، أسأل اللي ينام جنبي سعود. والله لو أنكم تعرفونها. والله أول شيء أنا سعيد جدا بالكلام هذا، وأتمنى أنه الجميع ينظر لي نفس هذه النظرة، وإن شاء الله أن يكون عند حسن ظنهم كل ما شفت مثل هالكلام الحلو، والله أن تكبر المسؤولية والأمانة اللي على ظهري، لكن إن شاء الله أن يكون عند حسن ظنهم، وإن شاء الله سعود طبعا بغش لا تحلم، وإن شاء الله أني أنا مواعد نفسي ومعاهد نفسي أنه بالفترة القادمة من اليوم أو من الأسبوع هذا أنه راح أعطي الجمهور رياليتي أكبر ورياليتي أكثر، وأعيش مع الشباب وأخف من الرسمية اللي الجمهور يشوفني فيها، رغم أني بعد البث يعرفني سعود يعني مرح ولا مع الجميع. يا رياجير بيض الله وجهك، بيض الله وجهك يا بسام. طبعا انوه المشاهدين الكرام ونوه اخواني، طبعا نظره للعدد الكبير ما شاء الله تبارك الله مستحيل ناخذكم كلكم مره واحده، راح يكون مجزأ، يعني من لم يسمع راي الشارع عن في هذه الفقره وفي هذا اليوم باذن الله الاسبوع القادم راح يكون راي الشارع عنه بحول الله وقوته. كذلك حتى توب 3 لو تلاحظون في عمليه توزيع، حنا بالفائده لكم كلكم. الفقره هذه وجدت لتسعدكم يا جماعه الخير، والله العظيم هذه وجدت عشان ما تسكرون الشباك، تخلونه دائما مفتوح. لبى والله عينك سلطان. وين سعد؟ لبى عينك السعد، سعد الشهري، خلنا نسمع راي الشارع عنه. ايلان تقول سعد الشهري شخصيه خفيف الظل، وحضورك فارق على الشاشه والكل يتفق على ذلك، له جوه الخاص والمختلف سواء بالرياليتي او تقديم المحتوى، شخص
يمشي على طبيعته بلا تكلف أو تصنع. استمر على رتمك المتصاعد والمتميز، موفق وفالك أحد المراكز يا سعد الشهري. روح يا سعد، حاب تقول؟ عندي سؤال بس لبي سعد، أنت من جدة؟ أيوة. أول شيء الله يبيض وجهك بياض الشحم، وله أنت على الفقرة المتميزة جدا، وبيض الله وجهه، وأنت شخص جميل وفخور وسعيد. تحبني؟ اي في ذمتي جدا والله. اي والله والله يبيض وجهي قروب الدعم، ولا انت على كل حال تستاهلون. طبعا هذه من جمهوركم يا جماعه الخير، طبعا قروب الدعم للتنويه، هذه ما لها علاقه بجروبات الدعم، هذه من الجمهور، ممتاز. لكن المنتجات وما يخص ذلك هي تقريبا من جروبات الدعم، وتاكدوا ان خلف فقره الشباك فريق اعداد والله العظيم انها ما ينام الليل عشانكم، عشان بصوتكم. طيب، والمعد عبد العزيز يقول على راسه عبد العزيز. يا عبد العزيز انت الكل في الكل، عبد العزيز الكل في الكل يا عبد العزيز. استاهل عزيز، استاهل. طبعا ريان العامري، عبد العزيز العصيمي، ريان العامري زعلان علي، يقول متى تغريدتي؟ عطنا تغريدة ريان. سحر تقول لريان: شكرا لك على كل شيء قدمته، نتمنى منك تحافظ على نقاطك وتحضر الفقرات وتتواجد دايم على البث، قدمت رياليتي حلو خلال الايام الماضيه، وننتظر منك كل جديد وممتع، وفالك التوفيق يا ريان. والله ابو هيف شكرا لك انت اول شيء. الشيء الثاني شكرا للجمهور ريان تحديدا جميعا، وانا والله ما قدمت شيء الا من نشام الميمي، واما من جهه جمهوري انا منكم وفيكم واليكم، وشخص واحد عندي عن 100,000. الله يبيض وجهك ريان، وجمهوركم كله يستاهل، يشهد الله، يتعبون الليل والنهار. وحدث من هو من خلف الشاشة، أنا قاعد أشوف ما شاء الله تبارك الله منصات التواصل الاجتماعي والمتابعات الكبيرة جدا لكم أنتم يا عيال. لا يموت الشغف، لا يموت يا عيال لا يموت الشغف يا عيال، والله العظيم راح تحطون نسخة للتاريخ. بس ترى توكم في اليوم 22 وقدامكم تقريبا حول 70 يوم، واصلوا يا عيال، هذه نسختكم وهذا برنامجكم وهذه قناتكم. طبعا في واحد ما جاته لا تغريده ولا